أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو، مؤلف يوميات مدير عام 2 هو اشتهر بشخصية محجوب بسطرمة في أيام الدراسة، وتزوج من الفنانة رهف الرحبي وانفصلا. تعرفوا على قصة حياة الفنان خالد حيدر وأبرز محطات حياته. خالد حيدر هو ممثل ومؤلف سوري شهير، وبدأ مشواره الفني مؤلفا لعدد من اللوحات في سلسلتي مرايا وعربيات، ثم كتب عددا من لوحات سلسلتي بقع الضوء وما بتخلص حكاياتنا. الفنان خالد حيدر ممثل أيضا، وكانت بدايته عام 2007 مع مسلسل جرن الشاويش، وبعدها شارك في عدد من المسلسلات إلى أن جاء عام 2011 ليشارك في مسلسل أيام الدراسة بشخصية محجوب بسطرمة. وجسد الفنان خالد حيدر شخصية محجوب خلال 3 أجزاء من مسلسل أيام الدراسة، وحقق من خلاله شهرة واسعة. وما يميز هذا المسلسل أنه من تأليف الكاتب والممثل طلال مرديني الذي تجمعهما صداقة قوية. ويذكر أن علاقة صداقة قوية تربط بين الفنان خالد حيدر والفنان طلال مرديني، وكلاهما يتمتعان بموهبة التمثيل والكتابة. ولد الفنان خالد حيدر في 10 يونيو عام 79 في مدينة السلمية السورية، وشغف بالفن في سن صغيرة، فكان يشارك في الأنشطة المدرسية المسرحية، كما شارك في بعض فرق الهواة ثم المسرح الجامعي. وبعد أن حصل على شهادة الثانوية العامة، التحق بجامعة دمشق كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكانت بدايته عام 2007 مع مسلسل جرن الشاويش. وبعدها شارك في عدد من المسلسلات إلى أن جاء عام 2011 ليشارك في مسلسل أيام الدراسة بشخصية محجوب بسطرمة. ارتبط الفنان خالد حيدر عاطفيا بالفنانة رهف الرحبي، ثم أعلنا خطوبتهما بداية عام 2017، وبعد عدة أشهر تم الزواج في إبريل. ولكن وقع الطلاق ما بين الثنائي حيدر والرحبي في يناير عام 2018 بعد أقل من عام، ورفضا الحديث عن تفاصيل الانفصال، واكتفيا بالقول كل شيء قسمة ونصيب. وشارك الفنان خالد حيدر في عدد من المسلسلات السورية، نذكر منها جرن الشاويش، واوعى تضحك عام 2007، ناصر وقمر بني هاشم عام 2008، وحكواتي كافي عام 2009. كما شارك الفنان خالد حيدر في مسلسلات أيام الدراسة الجزء الأول عام 2011، وكمون وليمون وما بتخلص حكاياتنا، وأيام الدراسة الجزء الثاني عام 2012، وفتت لعبة وزنود الست الجزء الثاني، وبديع وفهيم عام 2013. ومسلسلات زنود الست الجزء الثالث وخان الدراويش عام 2014، وعدتني يا رفيقي ودنيا 2 عام 2015، ومدرسة الحب وصدر الباز والخان عام 2016، ووردة شامية وبقع الضوء الجزء 13 وبدون قيد عام 2017.
وفي عام 2019 شارك فقط في مسلسل بقع الضوء الجزء الرابع عشر، وفي عام 2020 شارك في مسلسل ببساطة الجزء الثاني وأحلى أيام، والأخير هو الجزء الثالث من مسلسل أيام الدراسة. وله تجارب أيضا كممثل في الدراما المغربية، ونذكر منها سر المرجان الجزء الثاني، وأيضا شارك الفنان خالد حيدر في العمل المسرحي موقف باص، وهو نص من المسرح الصيني، وتم عرضه في دار الأوبرا بدمشق. الفنان خالد حيدر مؤلف بعض المسلسلات، ونذكر منها الجزء الثاني من يوميات مدير عام 2011، ومسلسلي ناطرين وبديع وفهيم، كما شارك في تلحين أغاني مسلسل عشتار. وصرح الفنان السوري خالد حيدر في أحد الحوارات أنه رفض عملا من بطولة الفنان المصري أحمد السقا، وذلك لأن الجهة المنتجة لم تراعي فيه شروطه الفنية والمادية. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.